تعالوا نتعرف نعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال انضمام ضيفنا عبر الهاتف دكتور خالد سعد الخبير الأثري. دكتور خالد صباح الخير. صباح النور يا دكتور خالد. يعني عايزين نعرف برضو ليه المصري القديم كان بينحت الجسد كده على المعابد المختلفة بملابس خفيفة؟ هل ده مثلا عشان يبين تفاصيل الجسد، قوة العضلات، ولا ايه السبب بالضبط؟ هو بس حضرتك بعد نهاية العصر الحجري الحديث، يعني قبل بداية الحضارة المصرية القديمة 3300 قبل الميلاد، حصل نوع من أنواع التغير المناخي في المنطقة، جعل مصر تدخل في نطاق الدول الصحراوية والشبه الصحراوية، وبالتالي كان المصري القديم بيرسم كل الأشكال البشرية فيما عدا طبعا بعض المناظر القليلة الملابس الصيفية، كل ما يتصل بشكل ورموز المعبودات والآلهة كانت بتتلبس فيها ملابس خفيفة. لكن ده مش معناته ان المصري القديم ما كانش عنده ملابس شتوية، لان الملابس الشتوية كانت بتتوفر ليلا، وهو المصري القديم كان عنده رغبة في اظهار ملامح الشكل البشري نهارا في الحياة الدنيا، وبالتالي كان ملامحه في اظهار الشكل البشري اثناء العمل، فأثناء العمل كان بيلبس لبس خفيف سواء بقى في الحقل سواء بيمارس حياته اليومية أو ما خلفه. طيب في فصل الشتاء يا دكتور خالد، يعني الصورة المتداولة دايما زي ما بوصلت لنا في المعابد وحتى في الأعمال الفنية والدوكيومنتريز أو الأفلام الوثائقية اللي تناولت الحضارة المصرية القديمة، دايما اللبس أغلبه صيفي في وقت زي ما حضرتك بتذكر الصباح وفي وقت في مشمس. الفترة المسائية والفترة الشتاء كان المصري القديم بيلبس إيه وملابسه مصنوعة من إيه؟ كان عنده أنواع كتيرة جدا، أنا بقول لحضرتك كتيرة جدا من اللبس الشتوي، أهمهم ملابس أشبه بالعباية، ودي ظهرت في كثير من المقابر بتاعت الدولة الحديثة، مقبرة 66 في 66 ومقبرة في 85 ظهرت فيها الملابس، حتى منذ سنة تم مناقشة رسالة دكتوراه في جامعة المنصورة على الملابس الشتوية فقط في الحضارة المصرية، وكان عنده أشبه بالجيبة الطويلة، وكان عنده أنواع من الأنسجة بيتم صناعة الملابس الشتوية منها، كان أهمها الكتان المضغوط، وكان أهمها الصوف، وكان عنده كمان أنواع كثيرة من المحاريك اللي هي أشبه بالسجاجيد وأشبه بالبطاطين اللي هو كان بيستخدمها في فصل الشتاء خاصة في الليل. تمام، يعني حضارة ما زالت بتفاجئنا كل يوم بجديد وجديد يا دكتور خالد، ولسه فيها تفاصيل كثيرة جدا ربما نكون عارفين حتى منها النظر البسيط فقط. كل شكر لحضرتك يا دكتور خالد سعد الخبير الأثري على وجودك معنا عبر الهاتف.